الرابع والأخير في هذا القسم، في القسم الثاني الهداية. الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية مثبتة وهداية منفية. الهداية صحيح؟ هداية توفيق ها؟ دلالة وإرشاد؟ لا. هداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق، النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إسلام عمي ما استطاع حتى تتعلم الأمة ماذا؟ التوحيد، المعتقد أنك عبد لا تستطيع إدخال أو إخراج أحد من رحمة الله، إنك لا تهدي من أحببت. نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير من باب أولى. هذه هداية منفية لا يملكها إلا الله، هداية توفيق. هداية دلالة وإرشاد تبين وتوضيح يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد بشرط أن يسيروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. دلالة وإرشاد مفهوم؟ أي نعم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها أتباع من بعد، لكن لا نبتدع. مفهوم؟ عندنا وسائل وجدت زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفعلها. الأناشيد اليوم وسيلة من وسائل الدعوة، بعض الناس يقول وسيلة من وسائل الدعوة اليوم الأناشيد، نقول لا. كان المقتضي وجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نربي الناس على الأناشيد ولا نربيهم على الكتاب والسنة؟ حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، برئنا إلى الله من معشر به المرض من سماع الغنى، فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعاشوا على دندنا دندنا. نعم صحيح. إذا قام المقتدي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن أناشيد، وتدعو الناس اليوم بالأناشيد أو بالكتاب والسنة. كتاب من لم يتعب بالكتاب أو السنة فلا واعي له. مفهوم؟ أي نعم. طيب،